والسنسيتيف. طبعا هذه سبيسيفيك والسنسيتيف على التحاليل اللي راح تستخدمونها سواء كان ال RF CRB ASOT. هسه اذا وجه لكم سؤال، ال ASOT يعتبر سبيسيفيك والسنسيتيف لو ما يعتبر؟ هذه كلش مهمه عيني. اكو تحاليل سنسيتيف واكو تحاليل سبيسيفيك. شنو معنى اكو تحاليل نو سبيسيفيك؟ يعني تحليل سبيسيفيك، خلينا نطلع لكم اياها عيوني، هي موجوده اصلا، هذا فحص هسه بعدين ارجع لكم. هذا حياته شنو هو السنسيتيف وشنو معنى السبيسيفيك؟ السبيسيفيك معناها انه هو يشخص لك، يقول لك هذا بي فلان شيء. سنسيتيف حساس، يعني يبين لك شده اصابه فقط. اوكي، من تقول انه فحص هذا سبيسيفيك، بس سبيسيفيك لمن؟ المرض معين. بس من تقول هذا الفحص هو بس سنسيتيف نو سبيسيفيك، معناها عندك شده اصابه مو ولا. هذا كتعريف جدا بسيط عيني على السبيسيفيك والسنسيتيف. اوكي، حسب احنا موضوعنا سيرولوجي، لازم اقول لكم شنو الفحوصات اللي منها سبيسيفيك نو سبيسيفيك اكو سنسيتيف. خلينا ناخذ اول واحد الاي اس او تي، بعرف سنسيتيف وسبيسيفيك معا. ليش؟ لان هو سبيسيفيك شرح يقول لكم هذا بي ستربتو كوكاس، اي ستربتو لايسين اللي هي اي اس او تي. اوكي، فمن يعطيكم مؤشر ايجابي معناها. وسنسيتيف ليش؟ لان تايتال راح يقول لك ايش قد الشده، وقال لك انه هذا المرض المعين الفلاني، معناها هم حدد لكم سبيسيفيك وهم حدد لكم سنسيتيف. يعني الاي اس او تي هسه شو يعتبر؟ سنسيتيف سبيسيفيك. سبيسيفيك ليش؟ يعني قال لك اكو المعين الفلاني. سنسيتيف يعني التعتر، مثلا طلع 1600 معناها قال لك الشده عاليه مو ولا مو 200، لان اخذنا النورمال رينج. الادم لازم اقل من 200 معناه بوزيتيف، اذا هو قال لك 1600 معناه الالتهاب كلش عالي، هذا السنسيتيف. وحدد لك انه هذه اللي هي الانتوسيتروبتو، حدد لك هذا هو السبيسيفيك. خلينا ناخذ غير تحاليل، اكو تحاليل هي مو سبيسيفيك بس شنو سنسيتيف. وحاليا هذه فقره كلش مهمه، اكو اطباء يعتمدوها واحنا عايشين بالموجه الخامسه مال الكوفيد 19 اللي هو السي ار بي. سي ار بي ترى هو مو سبيسيفيك نو سبيسيفيك، لكن شنو سنسيتيف. شنو معنى سنسيتيف؟ معناها شده الالتهاب اللي موجود بالجسم. لكن شنو هو الالتهاب؟ سببه شنو؟ بكتيري فيروسي ما تعرفين، اذا هو شبيه نو سبيسيفيك. بس هو طاج، مثلا خلينا نقول طلع 200 السي ار بي تايتر، يعني قلت لكم اكو مانوال واكو بالاجهزه ممكن تشتغلوا، راح اسوي لكم السيريال ديليوشن مانوال، واذا تريدون تسووه بيدكم. اوكي، فلذلك يعني السي ار بي نطلع لكم اياه هذا بعد سنسيتيف لكن نو سبيسيفيك. هسه خلينا نسوي لكم بما هسه اخذت دراي، اذكروا لي فحص من الفحوصات اللي اخذتوها قبل يعتبر نو سبيسيفيك. الاي اس ار عشت اياه، الاي اس ار نو سبيسيفيك. ما اي سنس يعطيكم شكل عام، اي مو معناها مفاصل، اي مشكله هو يمكن عنده تدرن، مشكله قد يكون كانسر، انيميا ولا غيرها، كلها تاثر على الاي اس ار مو ولا. يعني نو سبيسيفيك اصلا. اوكي، السي ار بي نو سبيسيفيك بس سنسيتيف، راح يخليكم شده الالتهابات بالكوفيد. اذا يعني سوى مسحه طلع بوزيتيف، خلي يسوي سي ار بي ويشوف شده الالتهاب وين واصل. اكو ناس يطلع كلش عالي، يطلع 100، اكو يطلع 150 ولا اخره. اكو فحص لا هذا ولا هذا اللي هو هذا الفحص اللي هو الروماتويد فاكتور. الروماتويد فاكتور هذا يقول لكم هذا لا هو نو سبيسيفيك ولا هو نو سنسيتيف. ليش؟ لازم نفسرها. ايش معنى؟ شنو سببه؟ ليش هذا لا هو سنسيتيف ولا هو سبيسيفيك؟ هذا الفحص مو دقيق نهائيا. حاليا الاطباء هسه انا بالمنهج ايش حطيت لكم يا فحص؟ ليش ضفت لكم هذا الفحص باعوا؟ هذا الفحص ليش ضفته اني؟ ال NTCCB
حاليا الاطباء يتوجهون لهذا، ما قاعد يتوجهون للار اف. الار اف مو دقيق، نو سنسيتيف ونو سبيسيفيك. ليش؟ لان ممكن احنا قلنا هو من اسباب الاوتوميون ديزيز، امراض مناعه ذاتيه تهاجم الجسم. من الامراض المناعه الذاتيه الخطره جدا اللي هو سيستماتيك لوز، داء الذئب الاحمراري. تعرفون شو داء الذئب الاحمراري؟ هذا اصلا بعض الكتب والمصادر يشبه لكم اياه بالسرطان. ليش؟ لان معقدات المناعه ممكن تهاجم لكم اي عضو ويسبب فيه تلف بالكامل. فهذا من تجون تسوون الار اف يطلع، شو يطلع لكم؟ يطلع لكم بوزيتيف. معناها شنو؟ نو سبيسيفيك، معناها ما بي ار اف لكن هو بي ذئب احمراري. وبعد والتايتر مالته كتركيز يطلع كلش عالي، بس هذا التايتر هو على الذئب الاحمراري، على التهاب مال ذاك المرض مو على الار اف. لذلك اللي هو نون سبيسيفيك وسنسيتيف لا هذا الار اف. ليش؟ لان راح يعطيك بوزيتيف لمرض معين. ليش؟ لان التدرن ممكن يطلع، الليشمانيا ممكن، ملاريا ممكن، سرطان الدم ممكن، كل هاي الامور ممكن تعطيكم فولس بوزيتيف، يعني الار اف يطلع بوزيتيف. لذلك الاطباء ما يعتمدوا يعني نون سبيسيفيك. والتايتر مالته يطلع كلش عالي، بس هذا التايتر هو مال الار اف، مال ذاك المرض اللي شخص مصاب به، ذئب احمراري وغيرها وغيرها. بمعنى هو نون سنسيتيف ونون سبيسيفيك، غير حساس وغير دقيق. لذلك هسه عيني بدي انصح به الاطباء يسوون هذا الانتي سي سي بي، الى حد ما يعتبر اكثر دقه من الار اف. هسه عرفت شنو الفرق بين السبيسيفيك والسنسيتيف، هاي كلش مهمه. انتم كمحللين لازم تعرفوا شنو معنى هذا الفحص سبيسيفيك، شنو هذا سنسيتيف. كلاهما ضروري بالتشخيص. لازم يعني الحاله اجتك لازم تعتمد على سبيسيفيك والسنسيتيف همين، لان يعني الاثنين يساعدنا الطبيب الاول سبيسيفيك يساعد على التشخيص، والسنسيتيف حتى يعرف مده شده الاصابه شقد، وهذا حتى يساعد الطبيب حتى يحدد الدوزات مال العلاج مالته وفق هذا السنسيتيف. والسبيسيفيك انه هو حدد الديزيز مالته شنو. اوكي هسه حتى نشتغل بدينا.